الحقيقة هنا في هذا الميدان. بسم الله وعلى بركة الله تعلن مشاهدينا الكرام انطلاقة بداية المنافسات وبداية التحديات فيما يخص أشواط الحقائق القعدان بالنسبة للأشواط النقدية. بسم الله بدأنا وعليه نتوكل سائلين المولى عز وجل التوفيق لكل المتنافسين. هكذا إذا بدأت المسيرة ونتواصل بدورنا في وصف مجريات أحداث هذا الانطلاق لمسافة 3 كيلومترات، والموعد هنا يجمعنا على مائدة الأصالة وعلى ما تقدمه لنا من أطباق شهية تنافسية. نتواصل مع المقدمة وننطلق هناك مع الصدارة ومع المركز الأول. سيلين يحتل المركز الأول وينطلق بشعار حمد بن علي القريسي المري، واحد من الأسماء المميزة المندفعة في تحدي هذا الشوط. النقلة على المركز الثاني، نتابع من ينافس سيلين هناك في المقدمة وفي المركز الأول. هناك مصيحان حمد بن محمد البريدي، والتواصل يأتي مع المركز الثالث ومع غازي. غازي لحمدان بن راشد بالزفنة العفاري، متواصل شعار بالزفنة ومنطلق هنا مع المركز الثالث. أتابع المركز الرابع، أنطلق مع ظبيان حمد بن سالم بن حمد البطين، يحتل المركز الرابع ويندفع اندفاع ممتاز. خامسا نشاهد من يحتل المركز الخامس، شاهين لسلطان بن سيف بن غويث الكتبي. ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى في قائمة خماسية ماسية يتقدمها في هذه اللحظات شعار بالزفنة مع غازي الذي بدأ في شن غزواته على مقدمة هذا الشوط. إذا شعار سفير الأصالة هنا في المقدمة يبعث لنا برسائل المحبة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ميدان الشحانية وإلى أهل قطر. المركز الثاني، يا سلام، سيلين يحتل المركز الثاني وسمي على واحد من أقدم المنتجعات السياحية في قطر، ولكن التقدم الآن والتغيير مع مصيحان حمد بن محمد البريدي يخطف مقدمة الشوط وينطلق في الشوط الأول الرئيسي الصباحي للحقائق القعدان. إذا مصيحان في هذا الامتحان يحتل المركز الأول ليقدم لنا الحجة الدامقة والبرهان على أنه من الأسماء القوية. المركز الثاني سيلين حمد بن علي القريسي في ثاني المراكز. المركز الثالث ومع هذا المركز الكيل الأخير، الله الله، المركز الثالث هنا غازي لحمدان بن راشد بالزفنة العفاري. اتحرك غازي، وقلنا لكم الكيل الأخير، كيلو أكون أو لا أكون يا القريسي. الله، المعركة ثلاثية، المعركة طاحنة، ولكن هناك سيلين مع القريسي مع الشاعر. الشاعر يقدم لنا سيلين، يقدم لنا هذه السبكة وهذه الحبكة الأدبية الأصيلة من خلال انطلاقة سيلين. السلام، انطلق سيلين، ذكرت بأنه من الأسماء القوية المتواجدة في هذا الشوط. انطلق سيلين إذن في ناموس الشوط الأول، يقترب اقترابا كليا من هذا الانطلاق ومن هذا التحدي ومن هذه السيطرة ومن هذه السطوة القوية على الشوط الأول. سلام القريسي، سلام سيلين. إذن يقترب مشاهدينا الكرام من تحقيق النقطة الأولى، ويقترب كذلك من تسجيل اسم الشاعر في سجلات المتميزين، في سجلات المبدعين. تهانينا إذن للشاعر حمد بن علي القريسي على انتزاعة سيلين للمركز الأول في الشوط الأول. وسلام عليكم يا أهل الشحانية، محملا على ظهر سيلين. المركز الثاني غازي لحمدان بن راشد الزمن العفاري. المركز الثالث سراب لعلي بن غدي الراشدي. المركز الرابع مصيحان حمد بن محمد البريدي. والمركز الخامس الزاير لمحمد بن أحمد بن سالم بن هويم العامري. مشاهدينا الكرام، إذا هكذا استطاع سيلين
انتزاع المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي الصباحي لهذا اليوم، ليسجل اسمه شاعر في تواجد على ميدان الأصالة على ميدان الشحانية، وليكون كذلك حاضرا وبقوة في أول الانطلاقات. 4 دقائق 34 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا إذن للشاعر حمد بن علي القريصي على تقديمه لنا لسيلين بهذه الصورة الجميلة، ليكون أبهى ميدان مع أبهى صورة في هذا الصباح.